بس بسبب كل اللي صار، صار عندي مشاكل كتير بحياتي. سامر عم يحس بشكل من الأشكال إنه كل شي صار معك بسببي أنا. هو برأيه إنه أنا السبب، بس بعتقد إنه أنت مالك علاقة. أما بالنسبة لسامر، أنا بشرح له الموضوع. أنت لا تاكلي هم. شكراً كتير إليك أختي. من أول ما تقابلنا أنا وياكي في سوء تفاهم غريب عم يدور بيناتنا، بدنا نلاقي حل لهالشي. اسمعيني أختي، أنا ماني هون عدوة لإلك ولا بحس بالغيرة منك. تتذكري أنا شو قلت وقت إجيت لهاد البيت؟ إنه أنا رح كون واحدة من أفراد العيلة، معناتها علي مسؤوليات، وواحدة من هالمسؤوليات إني ساعدك بهيك وضع. مساعدة شو؟ أنا بقدر إني صلح عرض الزواج تبعك. أنت اقنعي أبوكي يحكي مع بابا ولو لمرة واحدة. أنا واثقة إنه بابا رح يدفع كل نفقات الزواج تبعك. مو فكرة رائعة؟ أنا بكفيني إنك فكرتي فيني كافيري. شكراً وتصبحي على خير. واو، مو معقولة قديش مغرورة. شو فايدة غرورة إذا كانت بشعة؟ مين بيعرف شو بيصير إذا كانت حلوة؟ بابا؟ 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 وينك؟ ممكن يكون على البرندة؟ بابا؟ 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 بابا شو صار لك؟ بابا؟ ماما؟ ماما تعالي بسرعة شوفي بابا شو صار له؟ ماما؟ سامر؟ بابا؟ بابا؟ بابا هو؟ بابا؟ بابا شوفي شو صار له؟ شو بو؟ شو صار له؟ شو صار له؟ ما بعرف امي، لما اجيت لقيته هيك على الارض. وليش لساتك قاعدة؟ نادي لسامر. سامر بابا، بابا يا الله لك يا سامر. يا الله بترجاك، بترجاك بابا شربان سم يا امي.